يا مساء الخير وسعادة عليكم وعلى كل اللي بيشوفونا وبيتابعونا في برنامجنا يحكى أنا على شاشة القناة الأولى دول مين دول مين دول عساكر مصريين دي بعض الكلمات من قصيدة الشاعر الراحل الأستاذ أحمد فؤاد نجم عن نصر أكتوبر المجيد مصر بتفرح احتفالات في كل حتة كل مصري فخور بجيشه وبالنصر الساحق لنصر أكتوبر يوم 6 أكتوبر اليوم اللي قدم فيه الجيش المصري ملحمة عسكرية عظيمة هيفضل يتحاكى عنها التاريخ لسنين قدام وهتفضل في ذهن كل مصري يمكن كمان حتى الأجيال اللي ما حضرتش الحرب ولا داقت حلاوة النصر هتفضل تحكي عن النصر ده لأنها شافته يا في مسلسلات يا في أفلام يا سمعته في قصايد شعر يمكن تكون جسدت الجندي المصري وذكائه وبسالته الجيش المصري اللي قضى على مقولة الإسرائيليين إنهم جيش لا يقهر وقدرنا في ست ساعات بس إننا نسطر أسماءنا في أذهان التاريخ بالانتصار العظيم اللي قدمناه وعملناه مسلسلات وأفلام كتير جسدت مجهود الجيش المصري في أنه يستحق النصر العظيم ده وأشهرها طبعا زي مثلا دموع في عيون وقحة ورأفة الهجان وغيرها من الأعمال الدرامية اللي جسدت الحرب بكل تفاصيلها في كمان كتب كتير اتكتبت عن ملحمة الحرب في كمان كتب كتير اتكتبت عن حرب أكتوبر وأمها حرب أكتوبر مذكرات الفريق سعد الدين الشاذلي الفريق الأول محمد فوزي الأعداد لمعركة التحرير جمال الغطاني المصريون والحرب وغيرها وغيرها من الكتب اللي كتبها ناس شاركت في الحرب من جنود ومراسلين عسكريين حكوا عن كواليس عاشوها حكوا عن تفاصيل حسوا بيها حكوا عن تفاصيل نصر احتفل بيه كل مصري وبيحتفل بيه كل مصر النهارده كمان خبراء ومحللين كتبوا عن كتب وعن نتائج الحرب انما احنا بقى في روح أن قررنا اننا نحتفل بطريقتنا الخاصه هيكون معانا كتاب النهارده من الكتب اللي كتبت عن الحرب، بس الكتاب بيتناول زاويه مختلفه وهي السيره الشعبيه للحرب ولكن لحرب العمال والفلاحين، شافوا النصر ازاي؟ ازاي المثقفين المصريين كان ليهم خطب خاصه جدا بتاعتهم وقدموا من خلالها او توعيه ثقافيه وفكريه اثناء الحرب وكمان بعدها، ويا ترى المثقفين العرب كان ليهم دور في مسانده المعركه؟